أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، هذه حلقة جديدة من القاهرة. تعالوا نقلب مع حضراتكم بإذن الله تعالى في الدقائق القادمة على مدار ساعة ونصف تقريبا في أهم وآخر وأبرز مستجدات وأوراق الوطن مصر لهذا اليوم. هل بنا يبدأ كالمعتاد بمجموعة من أهم وآخر الأخبار. في زيارة رسمية هامة، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لإحداث طفرة تنموية ضخمة في الأجل القريب على غرار التجربة الكورية الناجحة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، الذي أكد أن زيارته إلى مصر تكتسب أهمية كبيرة كونها الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى القاهرة منذ 16 عام. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته بقصر الاتحادية الرئيس مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والسيدة قرينته، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية عقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بنظيره الكوري الجنوبي، وذلك في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ حوالي 16 عاما، مشيدا سيادته بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين وبالزخم الملحوظ الذي تشهده خلال الفترة الماضية. من جانبه أعرب الرئيس الكوري عن سعادته بزيارة مصر للمرة الأولى، موجها الشكر للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعربا عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين في مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية والتعاون الإنمائي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكوري بزيادة استثماراته في المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، وكذا المشروعات الأخرى في جميع القطاعات. حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، كما أكد السيد الرئيس في ذات السياق دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية. من جانبه أشاد الرئيس الكوري بالثقل السياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة، فضلاً عن جهودها الحثيثة بقيادة السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وكذا نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة وتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية مع مختلف دول العالم. Thank you.
عبرت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسعادتها البالغة لاستقبال السيدة كيم يونغ سوك قرينة رئيس كوريا الجنوبية، كما أشادت بالمناقشات الثرية التي دارت خلال اللقاء والتي تركزت حول دعم الشباب، تمكين المرأة وذلك في جميع المجالات، إلى جانب الحديث عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإجراءات الدولة لتوفير حياة كريمة لكل المصريين. كذلك وجهت قرينة رئيس الجمهورية الشكر لقرينة رئيس كوريا الجنوبية على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر التي تؤكد عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية، موضحا أنه منذ يناير عام 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 53.5% ليبلغ 2.2 مليار دولار. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مدبولي باجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبي بحضور رئيس كوريا الجنوبية وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين. التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكوريا الجنوبية وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية لمصر وتسهيل التجارة البينية بين البلدين مناقشات جاءت على أجندة اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، والتي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور السيد مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكوري. مصر بدورها تسعى للاستفادة من التجربة والخبرات الكورية المتنوعة في مختلف المجالات بالشكل الذي يعود بالفائدة على تجربتنا التنموية، ويعزز المصالح المشتركة والعلاقات المتميزة بين مصر وجمهورية كوريا. ولقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين بلدينا تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية انعكس على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك. الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على تعزيز التعاون المصري الكوري في الصناعة المستقبلية الصديقة للبيئة في ضوء رؤية مصر لعام 2030 واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي خلال عام 2022. مصر هذا العام بتستضيف مؤتمر المناخ 2022 اللي هو اسمه الكوب 27، ودي كانت خطوة مهمة جدا لمصر، لأن مصر رائدة في تبني هذه المشروعات في ظل التغيرات المناخية اللي حصلة في العالم واللي احنا كلنا حاسين بيها، حتى في مصر المواطن العادي بيحس بيها حاليا. احنا لازم نستفيد بتجربة كوريا في التقدم الواضح في الرؤية التكنولوجية الخضراء، ولازم ان شاء الله يبقى في نوع من التعاون، واعتقد ان في لجان تهتم بهذا التعاون. تدفقات الاستثمار المباشر الكوري لمصر تقدر بنحو 580 مليون دولار مقسمة على قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد والخدمات السياحية والزراعة. اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الكوري استطاع تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية والتعرف على الفرص الاستثمارية بين البلدين وحرص الجانب الكوري على توسيع قاعدة الاستثمارات بمصر باعتبارها الوجهة الرئيسية الاستثمارية لكوريا في إفريقيا. أحمد ممدوح، أني. وينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. أهلا بحضرتك يا فندم. لو بنتكلم عن أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى مصر منذ 16 عام تقريبا، ونتحدث عن مذكرات تفاهم في شراكات تجارية وتعاون إنمائي ومجال السكك الحديدية، إلى أي مدى مصر تحتاج الشريك الكوري الجنوبي سواء على صعيد التمويل أو على صعيد الخبرة الفنية؟ متشكرين أولا على الاستضافة، والنهاردة كان المنتدى الأعمال المصري الكوري حاجة خطوة هامة جدا في العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا. ما فيش شك ان الزيارة لرئيس جمهورية كوريا لمصر بعد 16 عام لها معنى سياسي كبير، انما ايضا لها معنى اقتصادي هام جدا،
وخصوصا انها بتواكب هذا العام 2022 ان مصر هتستضيف قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر القادم الكوب 27، ودي حاجة تحسب لمصر ان المجتمع الدولي معترف ان مصر بتعمل على تنمية الاقتصاد الاخضر وعلى قلة الانبعاثات الحرارية الضارة بالمناخ. كوريا متطورة جدا، كوريا عندها اكبر عدد من براءات اختراع في العالم تقريبا سنويا، وخصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة، السيارات الكهربائية، تحلية المياه، كل ما هو يساعد على العمل الجاد نحو تقليل الضرر البالغ من الانبعاثات الكربونية على المناخ في العالم. النهاردة وقعت مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا، وزارة قطاع الأعمال عن شركتها مع شركة كورية للسيارات الكهربائية. احنا عارفين ان مصر مهتمة جدا بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وهناك في كوريا شركات كبيرة متخصصة في هذا المجال، ليس في سيارات الركوب فقط ولكن في سيارات الميكروباص مثلا والنقل الجماعي وفي التوك توك اللي احنا كلنا شايفين اثره في الشارع المصري. فهناك دعوة كبيرة ان كوريا تحل محل الشريك الماضي اللي كان ماشي معاه مصر في هذا المجال. وايضا وقعت اتفاقية لاقامة اكبر محطات تحلية المياه من البحر في مصر بين شركة مصرية وشركة كورية بالاتفاق بين الحكومتين على إقامة هذه المحطة. كان هناك تواجد لتكنولوجيا المعلومات، كان هناك تواجد للصحة البايو هيلث والطاقة والصناعة والتشييد والنقل وتدوير المخلفات، وهي من الحاجات الكبيرة برضو تساعد على نظافة المناخ. طيب مهندس علي، يعني وحضرتك طبعا بترأس جمعية رجال الأعمال المصريين، دائما عندما نتحدث عن شريك اقتصادي يعني نسعى بخلاف أو إلى جانب الاستفادة من هذا الشريك في مشروعاتنا وفي مجالات تنمية جديدة، لكن نسعى أيضا أن يكون لنا دور في اقتصاد هذا الشريك، أن يكون لنا دور في التصدير إليه. ماذا عن المسألة بالعكس من مصر إلى كوريا الجنوبية؟ كيف هو الوضع وكيف تتوقعون التطور في هذا الإطار؟ أنا بقول إن دائما التبادل التجاري هو بداية الجادة لعمل علاقات اقتصادية قوية. التبادل التجاري بيدفع إلى الاستثمار المتبادل بين البلدين اللي بيتم بينهم التبادل التجاري. اليوم واللي شايفينه من كوريا مهتمة جدا بالسوق المصري، مش بس كسوق لبضائعها ولكن كسوق ممكن تستثمر فيه وتنقل التكنولوجيا اللي موجودة هناك بالتعاون بين الشركات المصرية والكورية في هذا المجال. وهو دي البداية، لو هناك رأس مال كوري في مجالات كثيرة وبتطلع منتجات كثيرة، من الممكن ان تعاد تصديرها الى بلدها الاصلي. احنا زي ما نعرف التبادل التجاري بين البلدين وصل الى حدود 2 مليار دولار هذا العام، بزيادة كبيرة عن العام الماضي. مصر بتصدر لكوريا منتجات في حدود 500 مليون دولار هذا العام، بزيادة حوالي 30-35% عن العام الماضي. فهناك رغبة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكوري، وبالعمل الجاد بين البلدين حيتم هذا إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات. تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري.
خلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد تقريرا حول نشاط الشركة، وأشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضي المتعامل عليها حاليا وكذا الجاري ضمها في مناطق المغرة والمنيا والفرافرة وتشكى والطور وسيوة، متناولا بيانا تفصيليا حول الموقف التنفيذي لمساحات الأراضي المتعامل عليها وما يتم استغلاله من تلك المساحات. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد بالمنطقة المركزية، والذي تجري إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام. عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين سهم واحد، والذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام. بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية، بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن. أتبعه عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذ القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات. كما نقل تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في تنفيذ المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة. ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. سيادة اللواء، لو تضعنا بس في صورة التعريف البسيط لمشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين. طبعا ده يعتبر من أرقى أنواع التدريب القتالي في التشكيلات والوحدات المقاتلة. إحنا كان الأسبوع الماضي هناك المنطقة الغربية العسكرية، هناك مشروع مراكز قيادة أيضا، وحضروا السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. في هذا اليوم بيشهد الفريق أسامة عسكر هذا المشروع مراكز قيادة خارجي بتجري أحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، يسمى سهم واحد، بيكون فيه يعني عرض تقارير وخطط للرؤساء في التشكيل، بالإضافة إلى قرار قائد التشكيل التكتيكي. كل ذلك بيساعد في رفع الكفاءة القتالية، الاستعداد القتالي العالي. بيتم فرض مواقف معركة علشان يشوف حرية وسرعة اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب. كل ذلك بيقول أن القوات المسلحة لها شقين في التدريب، تدريب مثل مشروع مراكز القيادة وبتجريه الوحدات والتشكيلات، وهناك تدريب آخر هو التدريب المشترك مع الدول ذات مركز الثقل العسكري الكبير، زي تدريبات المشتركة، التدريب نجم الساطع مع الولايات المتحدة الأمريكية، واللي كان فيه 21 دولة من العالم موجودين على أرض مصر في قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي هي أكبر قاعدة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المشروعات دي بتخلي الوحدات دائما ما يتم رفع درجة استعدادها القتالي العالي، بالإضافة إلى كفاءتها القتالية. كل تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها المقاتلة بتقوم بتنفيذ هذه المشروعات. هناك أيضا مشروعات تكتيكية بجنود بيشترك بها الجنود بالذخيرة الحية، لكن رؤساء الأفرع والقادة بيتم
خلال أكنه حرب بالضبط، ويتم تنفيذ هذه مشروعات مراكز قيادة. عشان كده بنسميها قيادة، قيادة التشكيلات، قيادة الوحدات، ثم العناصر المساعدة وهي الأفرع، كل أفرع التخصصية في التشكيل التعبوي أو التشكيل التكتيكي. وده بيقول قواتنا المسلحة دائما بتضع التدريب على رأس منظومتها القتالية، وعلى رأس هذه التدريبات هو مشروعات مراكز القيادة. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد الشهاوي المستشار بكلية القادة والأركان، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات. وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال مشروع مبادرة ريادة الأعمال. يهدف هذا البروتوكول إلى التأكيد على أهمية ريادة الأعمال ودورها الفعال في إنشاء مشروعات قائمة على الاقتصاد المعرفي الذي يساهم في تطوير الصناعة الوطنية وحل المشاكل التي تواجه قطاعات الاقتصاد القومي بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية، وكذلك استثمار الطاقات الإبداعية للشباب. توجه اليوم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورفيقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى قصر عبدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة، كما قدم للرئيس السيسي خالص التهاني وعميق الشكر بمناسبة الاحتفال بذكرى 70 للشرطة الذي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني الوفاء بالعهد والفداء للوطن. انتهت جولتنا الأولى السريعة في أهم وآخر الأخبار والمستجدات على الساحة المصرية لهذا اليوم، وحنبدأ الآن الجزء الحواري الأول في حلقتنا الليلة من القاهرة. الحديث عن الزيارة الرئاسية الكورية الجنوبية لمصر هيمتد عبر هذه الفقرة، نتحدث مع حضراتكم عن فرص الاستفادة من التجربة الكورية الجنوبية وفرص دعم مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية بعد هذا التقرير.